في خطوة لتعزيز المنصات الإعلامية الخاصة بنشاطات صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أعلن سموه يوم الأحد إطلاق قناة خاصة على منصة يوتيوب لتغطية نشاطاته، وكتب في الستوري على منصة إنستغرام: اليوم أطلقنا حسابي على منصة يوتيوب. القناة اللي بتم إدارتها من المكتب الرسمي لسموه حملت اسم @الحسين_جو، وكان أول منشوراتها فيديو تلخيصي لزيارة صاحب السمو الملكي الأخيرة إلى سنغافورة. الفيديو الأول حصد آلاف المشاهدات مع تعليقات بتشيد بجهود صاحب السمو الملكي في خدمة الأردن ورفعته. Jordan and Singapore are long-standing friends and partners. Jordan was one of four co-sponsors.